من الأراضي السعودية بقصف مخازن لشركة تصنيع الحبوب، إضافة إلى تدمير 6 دور سكن. فالسعودية أيضا هي التي تقول للأمريكان، وهي التي تؤيد وتصفق الأمريكان بأنه قوموا بفعلكم هذا. كيف ضربوا مخازن الغذاء في السماوة، كيف ضربوا المرور في السماوة، كيف ضربوا منطقة أخرى، وعادوا البارحة أمس أن أيضا يتعرضون إلى محطة قطار السماوة. وهذا التهديد كما تعلمون هو ينطلق من الأجواء السعودية والكويتية، حيث تمركز الطائرات البريطانية والأمريكية في هذه القواعد أو في القواعد الكويتية والقواعد السعودية، وتستخدم أجواء السعودية والكويتية لتخرق أجواءنا وتقوم بفعلها الشائن. يجب هذا العمل العدواني اللا إنساني الذي إذا ما أوصفته فإني أوصفه بأنه عمل من دول همجية. لا تروح لغاد، مستاكين سيبوا الناس عليهم، سيبوا الناس.